اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة وردة بسيطة. هنستخدم خيط السلسلة، هستخدم السمك ده، وهستخدم ابرة مقاس 5، وهجيب ابرة تنظيف، وهجيب ولاعة علشان اقص الخيط. فهنبتدي مع بعض وهنشتغل الدايرة السحرية. اشتغلت الدايرة السحرية بالشكل ده كده. بعد ما اشتغلت الدايرة السحرية هرتفع 4 سلسلة، وهيكونوا معايا ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة كده، 2 كده، 3 كده، 4، وده هعتبره معايا اول غرزة عمود ب2 لفة. بعد كده هلف الخيط على الابرة مرتين، هدخل في الدايرة السحرية واشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة، بلف وبطلع بالخيط، هلف الخيط واطلع من حلقتين، والف واطلع من حلقتين، والف واطلع من كمان حلقتين. دي غرزة العمود ب2 لفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3. انا عندي هنا فتلتين تحت، بعد ما ارتفعت ال3 سلسلة في فتلتين، الفتلة دي بتاعت ارتفاع السلاسل، ودي بتاعت غرزة العمود ب2 لفة اللي تحت. هدخل فيها بالشكل ده كده واشتغل غرزة منزلقة، دي كده غرزة البيكو، فهتكون معايا بالشكل ده كده. يبقى تاني هلف الخيط على الإبرة مرتين، وهدخل جوه الدايرة السحرية وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة، بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وبلف وبطلع من آخر حلقتين. بعد كده بشتغل 3 سلسلة، ان انا هشتغل غرزة بيكو، 1 2 3، وعندي هنا الفتلتين دولي اللي هي بتاعت ارتفاع السلاسل، واللي هي ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة. هدخل فيهم تحتيهم بالشكل ده كده واشتغل غرزة منزلقة، دي كده معايا تاني غرزة بيكو، تكون معايا بالشكل ده كده. تاني هشتغل غرزة عمود ب2 لفة، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهشتغل غرزة بيكو، هتكون معايا كده بالشكل ده كده. ال4 سلاسل اللي ارتفعتهم في بداية الدور دول اللي هقفل فيهم في نهاية الدور، مش هعتبرهم معايا حاجة، انما كل عمود فوقيه غرزة بيكو. فانتي بتفضلي مكملة بالوردة بنفس الطريقة كده على حسب عدد البتلات اللي انتي عاوزاها للوردة. انا كده اشتغلت 3، هلف الخيط تاني كمان مرتين على الابرة، وهدخل جوه الدايرة السحرية واشتغل غرزة عمود ب2 لفة كده، بلف واطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. بعد كده بشتغل غرزة بيكو، ان انا برتفع 3 سلسلة، وبدخل هنا في الفتلتين اللي تحت دولي، بشتغل فيهم غرزة منزلقة، وافضل مكملة بنفس الطريقة كده. انا كده اشتغلت 1 2 3 4، هشتغل كمان 8 غرزة عمود ب2 لفة، وفيهم غرز بيكو. فوق كل غرزة عمود ب2 لفة بشتغل غرزة بيكو، ان انا برتفع 3 سلسلة، بدخل في الفتلتين وبشتغل غرزة منزلقة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لكام، هعمل اشتغل كمان 8، وهرجع لكم تاني اوريكم شكلها هيكون عامل ازاي.
اشتغلت 11 بتلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هشتغل معاكو اخر واحدة. هشتغل غرزة عمود باتنين لفة، هلف الخيط مرتين على الابرة وهدخل جوه الدايرة، واشتغل غرزة عمود باتنين لفة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من اخر حلقتين. بعد كده بشتغل 3 سلسلة، وبشتغل غرزة بيكو، بدخل جوه الفتلة دي والفتلة دي تحتيهم بالشكل ده كده، بشتغل غرزة منزلقة كده. بقى معايا 12 بتلة، فانا هكتفي بالبتلة بالوردة بتاعتي كده ان هما يبقوا 12 بتلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. واحنا قلنا الاربع سلاسل مش بنشتغل فيهم، هما في بداية الدور بس وهنقفل فيهم، انما مش بنعمل فيهم حاجة. لو انت حابة تكبريها عن كده بتكبري عدد البتلات، او ممكن تخليها اصغر من كده فبتقللي عدد البتلات. ممكن برضو تشتغليها بدل غرزة العمود باتنين لفة تشتغليها غرزة عمود بلفة، او غرزة نص عمود، او غرزة حشو. شكلها جميل وطريقتها سهلة. دلوقتي هنقفل السطر. فانا كنت ارتفعت 4 سلاسل، هاجي عندي اخر غرزة سلسلة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وهرتفع بالخيط بالشكل ده كده، وهجيب الولاعة هقص الخيط ده بيها، وهسحب الخيط الطويل وهلضم الخيط ده، هشد هقفل الدايرة. قفلت الدايرة، تفضلي تشديها كده على الاخر لحد ما تتقفل، واجيب ابرة التنظيف نجيب الولاعة نسوي الخيط شوية علشان يدخل في الابرة. هندخل الخيط في الشغل من جوه. احنا ممكن نستخدم بدل خيط السلسلة ده ممكن نستخدم خيط صوف عادي، على حسب بقى الحجم اللي انت عاوزاه هتشتغلي بيه. الشكل ده كده اهو. وهجيب برضو الخيط ده هلضمه في الابرة، هحاول ادخله من غير ما يبان في الشغل برضو معايا. دخلت اهو الخيط وما بانش معايا في الشغل من ورا من قدام، ومن ورا هجيب الولاعه اهو قصيته وثبته اهو. هثبت ده برضو هقصه بالولاعة. هتديني الشكل ده كده. وردة مميزة وطريقتها سهلة ومش بتاخد خيط كتير ومش بتاخد وقت. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.